أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لجرائم الإبادة الجماعية واليوم العالمي لحقوق الإنسان، إذ يتعرض الإنسان وحقوقه في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن إلى شتى صنوف الانتهاكات الإنسانية، من الإخفاء القسري والاعتقالات والتهجير في الداخل والخارج. فقد أكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن في العراق ما بين 250 ألفا إلى مليون مفقود قسريا، بذلك يكون العراق صاحب الرقم الأعلى في هؤلاء المفقودين والمعتقلين. نرحب مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. مرحبا بك يا دكتور. سيكون أيضا معنا مشاهدينا الكرام دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، هاتفيا من عمان، وكذلك سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق من برلين. فاصل قصير ونواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي نتحدث فيها عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي تحتفل به الأمم المتحدة في العاشر من هذا الشهر. دكتور جاسم الشمري، نجدد التحية بك، مرحبا بك، ونبدأ يعني برأيك أين الإنسان العراقي؟ نعم، شكرا لكم، تحية لمتابعي قناة الرافدين ولك أخي نصير وللأخ علي قيسي وللأخ دكتور أيمن العاني. يعني هذا السؤال هو سؤال كبير، أين الإنسان العراقي؟ ذلك لأننا نتحدث عن كائن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض من أجل أن يكون في خدمة هذا الكائن، وهو خليفة الله في الأرض كرمه. نعم، وبالتالي كل الكتب السماوية جاءت من أجل هذا الإنسان، من أجل أن يحيا هذا الإنسان في الأرض، من أجل عمارتها، من أجل أن يكون هو الخليفة لله سبحانه وتعالى. فتخيل ما هي عقوبة من يقتل خليفة الله في الأرض، أي إنسان سواء كان فقيرا أم معدما. قد كرمه الله، قد كرمنا بني آدم، بني آدم أي بني آدم. وبالتالي القضية قضية كبيرة، نحن نتحدث عن يعني مخلوق له رمزية كبيرة بين كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم. نأتي إلى مفهوم الإنسان العراقي. ونحن على اعتبار وقعنا في كارثة منذ عام 2003 وحتى الآن، فنريد أن نحصر هذا الكلام منذ مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي. معلوم أن الكارثة الكبرى كانت باحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من سحق إنسانية الإنسان العراقي، ورأينا بأم عيوننا كيف أن الدبابات الأمريكية كانت تطحن المواطن العراقي وكأنه قطعة من الحجر وليس بشرا له عائلة وله شعور وله أحاسيس وله أولاد وله زوجة تنتظره وله آمال وله طموحات. هذا العدو القاتل المجرم حينما سلم السلطة لأناس هم يدعون أنهم منا كعراقيين، وإذا بنا نرى منهم المصائب التي فاقت ربما في بعض الأحيان الجرائم التي نفذها المحتل الأمريكي. إذن هؤلاء، وأقصد المحتل ومن جاء مع المحتل ومن وافق المحتل على جرائمه، هؤلاء لا ينتمون إلى ركب الإنسانية. نحن نتحدث عن إنسان وبشر، الإنسان غير بشر، الإنسان هو الذي يملك شعورا بإنسانية، ينظر يتألم لألم الفقير، يتألم لجوع الفقير، يتألم للمساكين الموجودين في المخيمات وهم ينامون في هذه الأوحال والأطيان، يتألم لأنه إنسان، يشعر بإنسانية. أما هؤلاء الذين هم ضمن فصيلة البشر وهم لا يشعرون بهذه القيم الإنسانية، ذلك لأنهم أنانيون،
يفكرون فقط بأطماعهم الشخصية، وبالتالي رأينا كيف أنهم انسلخوا من إنسانيتهم، ولهذا رأينا أنهم كانوا مجرمين. وبالتالي هنا بدأت كارثة الإنسان العراقي، حينما يمسك زمام الأمور من لا يملك ذرة من ضمير أو إنسانية. ونتحدث لاحقا عن هذه الجرائم المرتكبة في عموم المشهد العراقي. إذن دكتور جاسم ومشاهدينا الكرام، بعد هذا المدخل الاستهلالي الذي تفضل به دكتور جاسم عن مفهوم الإنسان، نتابع هذا التقرير الآتي بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 10 من هذا الشهر من كل عام. في 10 من كانون الأول من كل عام يحتفل العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستذكرا اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة له عام 48. يولد كل الناس أحرارا متساوون بالكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء، يقول الإعلان. ويزيد: عليهم واجبات ولهم حقوق من دون تمييز بالعرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي. لكن مثالية النص تبدو هشة أمام برك الدم المنتشرة في العالم، وأمام صوت الظلم على أعقاب المقهورين. وقد يكون الأنكى ليس إفلات الظالم من العقاب فحسب، بل ارتداءه قناع الضحية وحديثه الفادح عن حقوق الإنسان، وهو صاحب سجل بالجرائم طويل يتراوح بين جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. منذ العام 2003 وحتى اليوم تصدر العراق قوائم أعلى الانتهاكات لحقوق الإنسان، بدءا من الغزو الأمريكي للعراق ومجازره المتصلة الفلوجة بمعركتيها حديثة، ساحة النسور، تل عفر، الموصل وغيرها، واستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا، ثم ما كشف من انتهاكات يندى لها الضمير في السجون، لتستكمل حلقة الدم بإنشاء أجهزة أمنية عمودها الفقري ميليشيات طائفية ارتكبت ما ارتكبت على مدى الأعوام الماضية من قتل وتهجير واعتقال وإخفاء. لكن يد العدالة القصيرة في العالم لا يبدو أنها استطاعت إدراج أكثر من 1,000,000 قتيل في العراق منذ الاحتلال، قضى 40,000 منهم في الموصل وحدها بتسعة أشهر ضمن الإبادة الجماعية، ولا حتى ما ارتكبته ولا زالت ميليشيا الحشد ضد سكان مدن بعينها ضمن ملف حقوق الإنسان لمحاكمة الجاني وإنصاف المجني عليه. مفوضية حقوق الإنسان في العراق أحصت أكثر من 1,114 شكوى خلال 3 أشهر فقط من العام الحالي، كانت أغلبها من الموصل، تضمنت حديثا مرعبا عن قصص الموت خلف القضبان وعمليات تهجير وخطف ممنهجة تمارسها الميليشيات المتنفذة. ليخلص الضحية والمحايد إلى أصل لا بد منه، لا يكون الضحية صاحب حق وهو ضعيف، ولا يكون القاتل مجرما وهو قوي متنفذ. وهنا تنتهي المثاليات وتموت الضمائر ويصمت المتفرجون صمت القبور. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من الرافدين التي نتحدث فيها عن الإبادة الجماعية في العالم بمناسبة اليوم العالمي لجرائم حقوق الإنسان والإبادة الجماعية. وأيضا يشترك معنا في هذه التغطية عبر سكايب من برلين سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. مرحبا بك أستاذ علي معنا. أستاذ علي، هل ارتكاب هذه الإبادات الجماعية المتواصلة كما ذكرنا منذ نحو 15 سنة بذريعة الإرهاب، هل هذا الارتكاب يعني له أي مسوغ؟ هناك تداخل بالصوت، التقرير اللي أذعته لا زلت أسمعه. في تداخل في الصوت، هناك تداخل. الآن تسمعني بشكل أوضح سيد علي القيسي؟ أنا أسمعك بشكل واضح سيدي، لكن التقرير اللي بثيته لا زال يذاع. نعم، ربما توقف. نعم. تأخر الصوت. نعم، إذا كنت تفضل لو سمحت. نعم، قلت لك يعني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هل ارتكاب هذه الإبادات الجماعية المتواصلة إنجاز التعبير منذ 15
سنة وحتى الآن بذريعة الإرهاب طبعا، هل لها أي مسوغ؟ لا يوجد أي مسوغ. طبعا في البداية أرحب بكم وحيي ضيوفك الكرام الأخ والعزيز دكتور جاسم الشمري والأستاذ والكريم أيمن، دكتور أيمن. نعم. ما يحدث في العراق الآن منذ العام 2003 وحتى هذه الساعة، إذا راجعنا الشرع والوثائق والدولية التي نصت على العبادة، التي سمت الإبادة الجماعية و يعني الجرائم البشعة في حقوق الإنسان في العالم، نجد أن العراق يتميز أنه في كل يوم ترتكب فيه جريمة لا يمر يوم لا ترتكب فيه جريمة ترقى إلى جرائم العبادة الجماعية وجرائم دولية ضد حقوق الإنسان في العراق، ابتداء من الاحتلال الأمريكي وبداية قصف اللي استهدف فيه كل شيء في العراق، تدمير البنى التحتية واستهداف المدنيين، مرورا بالمعارك والصراعات اللي مرت في العراق على أيدي سواء قوات الاحتلال أو القوى الموالية له. نحن هنا نستطيع القول أن ما يجري في العراق يعني جرائم، لا نقول جريمة بل جرائم عبادة جماعية كاملة الأوصاف منصوص عليها وفق الشرع والقوانين الدولية. ما نحتاجه نحن كعراقيين الآن هو تحرك حقيقي من العراقيين أنفسهم لإيقاف هذه المجازر والمذابح التي يمر الشعب العراقي فيها على أيدي المحتلين سواء الاحتلال الأمريكي أو الإيراني أو أعوانهم الذي يقدمون لهم العون في هذا المجال. الأمل ليس في منظمات دولية ولا في قانون دولي، نحن كمنظمات إنسانية نعمل ونفعل كل ما نستطيع وكل ما مطلوب من عندنا من عمليات رصد وتوثيق نرسلها إلى المنظمات الدولية، لكن الكل يعلم أن هناك نفاق دولي، هناك كيل بمكيالين، ثم أن الملف يعني لا يزال بيد أمريكا. نعم. وأمريكا هي اللي تمنع إيقاف المذابح الجماعية وإيقاف التدمير في العراق، وأمريكا هي التي ترعى كل جريمة ترتكب في العراق سواء على أيدي ميليشيا أو حزب أو مسمى أتت هي إلى السلطة. طيب سأعود إليك أيضا أستاذ علي، معنا أيضا هاتفيا الدكتور أيمن العاني نائب قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، معنا هاتفيا من عمان. نرحب بك دكتور أيمن معنا، ويعني كيف يمكن أن نصف واقع حقوق الإنسان في العراق بعد 15 سنة من هذا التحول السياسي فيه إنجاز التعبير؟ تحية لك أخي ولضيوفك الكرام، حياك لضيفيك الكريمين وللمشاهدين. الحقيقة الواقع في الواقع حقوق الإنسان في العراق يعني لا أبالغ أن أقول هو واقع مأساوي غير مسبوق لأي دولة بالعالم فضلا عن العراق. المراجع لتاريخ العراق ودور العراق ووضع العراق الطبيعي يرى بأم عينيه ما يجري في البلاد وما جرى خلال 15 سنة الماضية لدينا في القتل والإصابة خارج القانون ما بين 400 ألف إلى 900 ألف قتيل وأكثر من مليون جريح. 23% من هؤلاء المصابون هم من أصبحوا من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا في الاعتقالات مئات الآلاف من المعتقلين تتجاوز أعدادهم 750 ألف معتقل، 300 ألف معتقل شاب ثبتت براءته لكن السلطات ترفض إطلاق سراحهم، وهذا معروف وباعتراف السلطات الحكومية بمجال
لدينا وصل عدد النازحين 6 مليون نازح، يعني 1 مليون عائلة عراقية جرى تشييدها نزوحا قسريا. اليوم في العراق يوجد أكثر من 2 مليوني نازح يعيشون في مخيمات متناثرة في الصحراء مهملة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، لا يجدون ما يسد الرمق فضلا عن انعدام الخدمات الطبية والصحية وندرة المياه الصالحة للشرب. على الوضع المرأة والطفل لدينا أكثر من 4 مليون أرملة في العراق اليوم، لدينا أكثر من 5 ملايين يتيم، أكثر من 5 ملايين يتيم. هؤلاء يعني منزوعو الحقوق، لا يلتفت إليهم أحد، كأنهم منسيون في رياح الديمقراطية والحرية الجائفتين اللتين أتت بهما الولايات المتحدة والتحالف الذي جاء معها. لدينا إفلات من العقاب بشكل صارخ لا يختلف عليه اثنان. أنا أجزم أن لا أحد من مرتكبي الانتهاكات في العراق منذ 2003 وحتى اليوم، لا أحد، أضع تحت لا أحد خطوط كثيرة، لا أحد تمت محاسبته فضلا عن معاقبته. لماذا؟ لأن هذا الأمر منهجي مخطط له، الانتهاكات تجري بترخيص رسمي من السلطات الحكومية وبدعم واضح من قبلها، وبالنتيجة لدينا يعني طبعا على السعد الأخرى من محاور حقوق الإنسان الأمر يعني لا يتسع حقيقة لذكرها، يعني لا تتسع ندوات كثيرة لذكرها، لأن الأمر في العراق أصبح مع الأسف الشديد واقعا مأساويا، كوارث إنسانية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادات جماعية كما تفضلتم، هي ليست إبادة، هي إبادات جماعية جرت على يد قوات مدعومة غربيا، مدعومة من قبل الولايات المتحدة، مدعومة من المجتمع الدولي، وفبذلك للمجتمع الدولي مسؤولية كبيرة فيما يجري في العراق. شكرا جزيلا على هذه الأرقام والإحصائيات دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أرجو أن تبقى معي دكتور أيمن. إذن دكتور جاسم الشمري، بعد هذه الأرقام والإحصائيات من دكتور أيمن العاني وقبله سيد علي القيسي، وتحدثت بدءا في استهلالك عن مفهوم الإنسانية، نريد أن نسأل الآن دكتور جاسم، هل ما يحدث الآن في العراق هو إبادة جماعية؟ حينما نراجع نظام روما المحكمة الدولية ومقرها في لاهاي في هولندا، الدولة مضيفة لهذه المحكمة، نجد أنه في المادة الخامسة من يعني نظام المحكمة في تموز عام 1998 ذكر جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. حينما نعود إلى تفصيل هذه الجرائم يعني الإبادة الجماعية، يعني هي يقصد بها أي جريمة يعني تكون أو تستهدف جماعة بالكامل أو بالجزء لأسباب دينية أو إثنية أو عرقية. حينما نريد أن نطبق، نحن الآن نتكلم عن الإبادة الجماعية، بعد ذلك نتكلم عن جرائم ضد الإنسانية. كلا الجريمتين وقعت في العراق سواء من قبل الاحتلال أو من قبل القوات الموجودة الآن. حينما نقول من قبل القوات الموجودة، أنا لا أقصد الأفراد، وإنما أنا كلامي فقط على مسؤولين ومن ارتكبوا الجرم المباشر. حتى لو كان من الأفراد. جرائم الإبادة الجماعية يعني موجودة في العراق، قتل أفراد جماعة، وهذا حدث بعد تفجير المرقدين بشكل كبير في العراق. وأيضا الحاق ضرر جسدي أو عقلي
وهذا موجود أيضا. إرهاب فكري أيضا موجود، هذا أيضا من ضمن يعني من ضمن الإبادة الجماعية. يعني نحن لا نتصور أن المقصود بالإبادة الجماعية القتل فقط، القتل المعنوي يدخل ضمن الإبادة. الإرهاب الفكري كما قلت. نعم. لو تخيلت معي أننا نتحدث عن أكثر من 4 ملايين مهجر خارج العراق، وبالأمس حدثني صديق أن هنالك جالية عراقية في الهند. يعني بقيت مبهورا كيف أين وصل الشعب العراقي. هنالك كلام أن العراقيين اليوم في أكثر من 80 دولة جاليات عراقية. هذا التهجير هو جريمة. حينما تهجر إنسان من وطنه، من أهله، من أحبابه، من وظيفته، من أملاكه، من كل شيء، هل هذه هدية أم جريمة؟ هذه جريمة لا يمكن الاختلاف عليها. الأمر آخر، حينما نريد أن نتحدث عن قضية جرائم ضد الإنسانية، وهي التي تتعلق بالإرهاب، الاغتصاب، والجرائم التي تحدث في الغالب داخل السجون والاعتقالات التعسفية وغير ذلك، كل ما يخص حقوق الإنسان، كل ما يخص حقوق الإنسان، هذه ارتكبت سواء من قبل الاحتلال في فضيحة أبو غريب أو في بوكا، وهذا ملف كامل. كل جريمة من جرائم تحتاج إلى عشرات البرامج من أجل يعني حصر الجرائم. الأمر الآخر، أبو غريب معلوم الكم الهائل من الجرائم التي وقعت في أبو غريب، ثم الجرائم في المقرات منظمات مكافحة الإرهاب وغير ذلك من المنظمات الرسمية وغير الرسمية الحكومية، وما زال حتى الآن أكثر من 1000 مواطن من أهالي بزيبز الذين يعني كانوا تحت نيران المعارك في الفلوجة والأنبار، ما زالوا لحد الآن مفقودين باعتراف مسؤولين في الدولة العراقية. السؤال هنا، جميع من في العراق يعلم الجرائم التي ارتكبت في وزارة الداخلية، وأنا سبق أنا أجريت لقاء مع أحد كبار وزارة ضباط كبار وزارة الداخلية العراقية، وأكد أن هنالك يعني جرائم ارتكبت، بل حتى قال لي أن المجانين لم يسلموا من 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 العقاب، ذلك لأنهم جاءوا بمجانين من مستشفى الأمراض العقلية في بغداد وأعدموهم مقابل أناس دفعوا للضباط، وتم تهريب المجرم الحقيقي وإعدام المجنون. اسم بديل يعني. نعم. مجرد جثة. مجرد جثة وليس اسم يعني أخرج كجثة على أنه فلان. تخيل في بلاد حتى المجانين لم يسلموا من الإرهاب. كيف يمكن أن نبني دولة؟ لا تبنى الدولة بالدم. نحن نريد أن نبني دولة، هذا العراق عراقنا، جميعنا نريد أن نبني عراق، لكن هل نبني العراق بالشعارات؟ هل نبني العراق بالكلام غير منتج؟ هذا كلام غير صحيح. نبني عراق بالموقف الرجولي الثابت على الحق، الذي لا يجامل، الذي يقول أن الموقف الفلاني هو موقف إجرامي. تذكر معي وزير الداخلية العراقية حينها ثبتت عليها عشرات الجرائم، بل مئات الجرائم، وحتى أطلق عليه كذا دريل. هذا الرجل اليوم كان من أشد المنافسين قبل عدة أشهر على منصب رئيس الوزراء في العراق. ما الذي يجري؟ المجرم يريد أن يكون رئيسا لوزراء ولا يعاقب. هل نحن في عالم آخر؟ هذا مثال يعني فقط. يعني حتى نحن نتحدث عن غابات أفريقيا، اليوم دولة جنوب أفريقيا من الدول المتقدمة في العالم، حتى الدول الفقيرة باتت أفضل منها، حتى التي كانت تعاني من التمييز العنصري الآن. يعني تمام. كل ذلك بسبب عدم وجود العدل. تريد أن تبني دولة؟ أسس للعدل في الدولة، عند ذلك ينطلق الجميع، لأنه لا فرق بين رئيس ومرؤوس وأمير ومأمور، لأنهم سواسية أمام القانون. أما أن يكون هذا من الحزب الفلاني فهو مقدم في الوظيفة وفي القضاء وفي كل شيء، وفلان لا يملك أي حزب فهو متأخر. هذا كلام لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة وبالتالي القضية معقدة وبحاجة إلى هزة ضمير إنساني كبيرة يمكن أن تعين العراقيين للخلاص من هذه
المأساة التي أوقعتهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أيضا من برلين سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، يعني كيف يمكن تفسير صمت المجتمع الدولي على ما أورده تقرير هيومن رايتس ووتش بأن في العراق نحو 1,000,000 مفقود قسريا؟ أنا أعتقد أنه، وأنا ألتقي بالمنظمات الدولية وجهات أوروبية وأعضاء برلمان ومنظمات إنسانية دائما، أجد أنهم يتحدثون عن انتهاكات وجرائم، يعني إذا ما قارناها بما يحدث في العراق تكاد لا تذكر أو لا تمثل 1% مما يجري في العراق. من خلال كل هذا ثبت لي أن الحل بيد العراقيين، وأنا أعتقد أنه التظاهرات الأخيرة والاحتجاجات والانتفاضات الأخيرة التي حدثت في العراق بيّنت للعراقيين أن هذه الطغمة الحاكمة في العراق ومن وراءها الاحتلال، سواء الاحتلال الأمريكي وغيره. يعني كيف، عفوا سيد علي، هل عن طريق هذه التظاهرات تقصد الحل؟ نعم يا سيدي، هذه التظاهرات إذا استمرت وتوحد بها، لأنه توحدت كل الشعب العراقي، وأكدت وبيّنت للعراقيين أن هؤلاء المجرمين والقتل الذي يحكمون العراق، سواء من قادة أحزاب أو ميليشيات أو من يقف خلفهم من جهات دولية، هم أعداء لكل العراقيين. في فترة معينة من الزمان أوهموا هذا العرق أو هذه الطائفة أو هذا المسمى أو ذاك المسمى بأنهم يمثلون فلان ويمثلون فلان جهة، لكن الآن ثبت أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وهم يسعون لإبادة كل الشعب العراقي. انظر إلى ما حدث في محافظة البصرة والعمارة والناصرية وغيرها، هؤلاء يكرهون الشعب العراقي لأنهم لا يشعرون بانتماء للعراق. ولكن عفوا سيد علي، عذرا المقاطعة، ذكرت أن ما يحدث في غير العراق ربما يكون أبشع، يعني هل توضح لنا؟ لا أقول أبشع، لا أقصد أبشع، عفوا كنت أقصد أنه حين ألتقي بالمنظمات الدولية وأحضر ندوة عن جرائم تشيلي أو الدكتاتور تشيلي أو دكتاتور فرانكو في إسبانيا، حين أسمع الشرح اللي يشرحون عن الجرائم والأحداث التي حدثت عندهم لا تمثل 1% ما يحدث في العراق الآن. ولكن الآن في الأعداد، عفوا، في التقارير الدولية يعني 1,000,000 مفقود الآن، هل هناك عدد؟ نعم، هو هذا اللي أقصده أني، أنه الجرائم اللي تحقق فيها العالم واللي شغلت العالم هذه جرائم بسيطة ولا تمثل 1% أمام حقيقة ما جرى في العراق. العراق حقيقة عدد المفقودين بيصل إلى 3 ملايين، فأنا أعتقد أن الشعب العراقي هو الشعب الكفيل بأن يغير حقيقة ما يجري في العراق ويقف ضد هذه الطغمة الفاسدة المجرمة التي تستبيح دماء وأموال وأعراض العراقيين، لأنها ثبتت أنها لا تمثل أي مكون من مكونات الشعب العراقي، وتقف بالعداء ضد وتسعى لإبادة عموم الشعب العراقي. من يسمم الأسماك ويسمم الحيوانات ويسمم الثروة الحيوانية ويسمم المياه، هذا يسعى لإبادة الشعب بكل مكوناته. فعلى الشعب العراقي ألا يتبعوا بهذه الشعارات الطائفية والشحن الطائفي والعرقي اللي يأتي من جهات إجرامية مستفيدة تتاجر بدمائهم وأموالهم، وعليهم أن يتوحدوا ويثوروا ضد هذا الوضع الذي نحن فيه. حين تسأل الآن عن حقوق الإنسان في العراق، هناك انهيار تام في منظومة القضاء والعدل وحقوق الإنسان في العراق. سأعود إليك أيضا سيد علي، مشكورا. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من عمان هاتفيا، برأيك دكتور أيمن لماذا اتسمت التجربة الديمقراطية في العراق بهذا التردي والتدهور الكبير في الجانب الحقوقي؟ أخي الكريم، طبعا الجميع يعلم أن الجهة المعتدية في الحالة العراقية هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسيطر وفق ميزان القوى الدولي على العالم وتخضع العالم
لتفرض على العالم ما ترغب من تملي على العالم ما تريد. بالنتيجة أصبح هنالك لدينا حقيقة الأمر عالم بشع، كما وصف ذلك الرئيس الولايات المتحدة نفسه بهذا الموضوع، قال أن العالم البشع اليوم. لكن هذا العالم البشع نسي هو أنه من مخرجات النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، تهيمن عليه الرأسمالية المقيتة، تهيمن عليه المصلحة والمادة بشكل كبير. لا مجال لحقوق الإنسان اليوم. لدينا أرقام مروعة، أرقام مرعبة في العالم لعدد المهاجرين والمهاجرين غير الشرعيين ولضحايا الحروب وضحايا الفساد وضحايا الأمور الأخرى، التي حقيقة يعني أرقام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج إلا من إدارة فاسدة، إدارة تتطفل على دماء الشعوب، إدارة تمتص لخيرات العالم. وبالتالي هنا مشكلة حقيقية أخلاقية، مشكلة لدينا على المستوى العالمي، النفاق الدولي الواضح، السكوت عن الجرائم التي تحدث في الشرق الأوسط، في البلاد العربية، وفي التي تطال المسلمين في العالم، في الروهينجا، في الصين، في 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 ميانمار، في غيرها من المكانات. كل هذا يعني هذه صورة المأساة. توزيع صورة المأساة إذا يعني تراكنج على الصورة، نجد أنها تتقسم وتتوزع على المناطق، العرب السنة، المسلمون السنة. المشكلة هنا أصبحت مسألة منهجية، استهداف واضح للمسلمين بالعموم. يعني المشكلة أصبحت هنا لدينا يعني انتهاكات فظيعة، مدن منكوبة، كوارث بيئية لا تحصى. اليوم تعلن السلطات الحكومية ووزارة الصحة وجود 140,000 حالة تسمم في البصرة فقط في محافظة واحدة، من جراء الإشعاع، من جراء النثرات والكبريت التي اختلطت بالماء. لماذا؟ لوجود إهمال، تقاعس، فساد، كل هذه مجتمعة أنتجت صورة كالحة لبلد مثل العراق. كان بيضة القضبان كما يقولون، كان له الوضع الذي يحسب له ألف حساب. مع الأسف الشديد اليوم في العراق يموت الإنسان جوعا، يموت الإنسان قهرا، يموت الإنسان إهمالا صحيا، يموت الإنسان داخل السجن. لدينا عشرات، هذه السنة فقط في سنة واحدة مات في السجن 650 معتقلا. السبب هو إهمال صحي واستباحة للسجون من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة المرخصة حكوميا. الأوضاع في العراق حقيقة يعني إذا نأتي على مسألة الحريات ومسألة الصحافة، كبد شديد للناشطين وحالات القتل والاغتيالات التي طالت يعني في شتى المجالات والقطاعات.
نعم دكتور أيمن، سأعود إليك أيضا دكتور أيمن. إذن دكتور جاسم الشمري، نتحدث عن إحصاءات ووقائع وحقائق، ولكن السؤال في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هل سيتغير شيء؟ يعني هل ستسعى الحكومة الجديدة في بغداد مثلا إلى تحقيق حقوق الإنسان؟ يعني أنا من المتابعين بشدة للدستور العراقي الذي كتب في عام 2005. نعم. ودائما استشهد به مع اختلافي مع الحكومة. أول كلمة موجودة في ديباجة الدستور بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. هذه الكلمة الأولى الموجودة في الدستور العراقي. ولو تقرأ الدستور العراقي لوجدت عبارات منمقة وكتبت بعناية لكنها مع الأسف غير موجودة بالواقع أبدا. يعني من الباب الأول باب الحقوق المادة 15 فما فوق 16 17 وغير ذلك، يعني تجد عبارات منمقة العراقيون متساومون أمام القضاء، لكل حق لكل مواطن الفرد عراقي يعني الحق أمام القضاء وأمام القانون، الحق في الحرية الدينية، الحق في يعني أمور حينما تريد أن تطبقها تطبيقا صحيحا حيث التطبيق لا تساوي حتى الحبر الذي كتب به. نعم. اليوم حينما نقول أنه كل فرد عراقي له المادة 15 كل فرد له الحق في الحياة والأمن والحرية. نعم. ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بالقانون. حينما نعود إلى حياة، نعم، هم طبعا يعني قضية مهمة، ما عاد للأرقام في العراق قيمة. اليوم نشرت تغريدة أن القوات التي قيل أنها حررت الموصل قتلت 21,000 بحسب بعض الإحصائيات الرسمية، نعم، من أهالي موصل، وعثروا على أكثر من 4,800 جثة تحت الأنقاض، يعني ما يقارب 26. أحد المتابعين من أهالي موصل قال لهم 41,000. القضية ما عادت تعني 41 20 100,000 مليون لكثرة هذه الأرقام في العراق. منذ عام 2013 هنالك حديث عن مليون عراقي قتلوا، من الذي تحرك؟ منذ ذلك الفترة ذلك التاريخ تحدثت لجان حقوق الإنسان عن ملايين عراقيين من المعاقين، عن أكثر من مليون 5,700,000 يتيم، وتحدثوا عن مليون أرملة، وتحدثوا أرقام ما عدنا نهتم بها، ذلك لأن العالم ما عاد يهتم بتلك الأرقام. واليوم يحتفل بعضهم بذكرى يعني النصر، يعني نعم، ما يسمونه النصر. في جنوب فرنسا الرئيس الفرنسي كان في زيارة إلى خارج فرنسا قبل أقل من عامين، قتل مواطن فرنسي باعتداء إرهابي. الرئيس الفرنسي قطع زيارته وعاد إلى باريس وعقد اجتماعا طارئا للحكومة لأن مواطنا فرنسيا واحدا قتل في باريس. نعم. يعني أما في العراق فالأرقام ما عادت هذه الأصفار لا تعني شيئا، سواء قتل واحد 10 100 مليون. نعم. هذا الأمر لا يعني شيء طالما المنطقة الخضراء بخير. هذا أمر. نعم تفضل. الأمر الآخر حقوق الإنسان والأمن والحريات. هذه أيضا مادة في دستور 2005. أنا أتحدث عن مادة 15 من الدستور العراقي 2005 المستفتة عليه. لحد الآن أتكلم عن ثلاث كلمات فقط من الدستور العراقي. نعم. جاءتني قبل أيام شكوى من يعني أهالي معتقلين في مدينة الفلوجة. هم 4 من عائلة واحدة. نعم. منع منهم الدواء وأحدهم مريض يعني مرض من أمراض المزمنة ومنع عنه الدواء إلى أن توفي في المعتقل، والضابط كان متعمدا في عدم إدخال الدواء إلى المريض. نعم. كم من مثل هؤلاء هم اليوم داخل السجون العراقية؟ نعم. على سبيل المثال لو فرضنا نتحدث عن الشيخ حسن ملا علي، واحد من كبار علماء في ديالة. نعم. وكان من الرجال المصلحين، اعتقلوه واتهموه بالإرهاب وكان يعني مكسور قدمين ولم يخرج من المعتقل إلا وهو جثة. وقبل قليل عفوا دكتور أيمن العاني ذكر أنه في خلال سنة واحدة فقط هناك 650 معتقل. أنا لا أتحدث بالأرقام مات بها. نعم. نصير لأنهم ما عادوا يهتمون. هذه أمثلة. نعم. ما عادوا يهتمون. جامع مصعب بن
بن عمير في ديالة دخلت الميليشيات وقتلت كل المصلين، قتلوا قرى كاملة. هذه الأرقام ما عادت تعني. لماذا؟ لأن القاتل هو الذي يملك السلطة، والقاتل اليوم هو من يرأس الحكم، وبالتالي كيف يمكن له أن يحاسب نفسه؟ القضية قضية تركيب الدولة العراقية فيها خلل كبير. القاتل هو القائد، القاتل هو الذي يسيطر عليه أمور، وبالتالي كيف يمكن أن يحاسب نفسه؟ يفترض أن تكون هنالك ثورة شعبية عراقية حقيقية، لا أن أضع رجلا مع الحكومة ورجلا مع المعارضة. يجب أن نكون أن يكون عراقي واضح في موقفه، يجب أن يكون موقفه موقفا واضحا، لا أن يكون ملثما ويقول أنا ضد الحكومة. هذا كلام غير صحيح. ينبغي أن يكون لنا موقفا رجوليا واضحا تماما، كما يفعل فلان وفلان من أعدائنا. هم يأتون ويقولون بملء الفم نحن لدينا مشاريع في العراق. إيران لا تخجل. إيران على سبيل المثال تقول أنا إمبراطورية، عاصمتها بغداد، أتحكم بأربع مدن. بالفم المليان تقول إيران لديها مشروع واضح. لماذا لا نتعلم من هؤلاء؟ إذن القضية بحاجة إلى أن يعني تجميع القوى الوطنية العراقية من أجل بناء مشروع عابر للطائفية، عابر للأحقاد، عابر لهذه العقبات، إلى أن نصل إلى الانطلاقة الصحيحة نحو إعادة العراق المفقود من أيدي القوى الخيرة الآن. نعم دكتور جاسم. سيد علي القيسي عبر سكايب من برلين، هذا الموضوع حقيقة له صور وأشكال متعددة، يعني نحاول أن يعني نحيط ببعض الجوانب بما يسمح به الوقت. يعني إبقاء النازحين مثلا في مخيمات اللجوء في ظروف غير إنسانية، ولا سيما في هذا الوقت، ألا يندرج ضمن انتهاكات حقوق الإنسان؟ وضع النازحين الآن في العراق يندرج ضمن مبادئ يعني فقرات الإبادة الجماعية، لأن المادة في المادة 2 من الاتفاقية المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على الإبادة الجماعية هي إخضاع عمدا مجموعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. هذا ما يحدث الآن في العراق. ما يحدث الآن في العراق أن هذه المحافظات ونازحين يراد عملية يعني إنهاء حياتهم ومسح مدنهم. ما يجري الآن في العراق في الموصل وفي الأنبار وغيرها، إذا أردنا أن نتحدث عن الانتهاكات والجرائم في العراق كبيرة ورهيبة، ولا يعني نجد وقت لشرحها. لكن المطلوب ماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ أولا هؤلاء الذي يدعون بأنهم يمثلون هذه المحافظات، الذي يدعون الآن أنهم يمثلون هذه المحافظات وكل من اشترك في هذه ما تسمى بالعملية السياسية في العراق، كلهم مجرمين وقتلة وملطخ أيديهم بدماء العراقيين. العراق بحاجة إلى انتفاضة حقيقية تغير هذا الواقع وتعيد بناء مؤسسات الدولة وفق أسس وطنية تضمن للعراق كرامة وشرف وسلامة وحياة الإنسان. وهذا من مبادئ العراق طبعاً مبتلى بمجموعة من القتلة والمجرمين والمرتزقة وقطاعين الطرق، ابتلى هذا الشعب العراقي بهم منذ العام 2003 حتى اليوم هذا. والحل ليس لا بيد المجتمع الدولي ولا بيد أي جهة أخرى، الحل بأيدي العراقيين أنفسهم. وعليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر ويقوموا قومة رجل واحد لتحقيق ما يحتاجونه. وعلينا أن نأخذ تجارب، انظر إلى فرنسا الآن. انظر إلى هذه التجربة، هذا الشعب. إذا الحل بيد الشعب العراقي سيد علي القيسي. الحل بيد الشعب العراقي أشكرك. أولا وأخيرا أشكرك على هذه المشاركة، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق عبر سكايب من برلين سيد علي القيسي، شكرا لك. وبدقيقتين إن سمحت دكتور أيمن العاني، هل ما يحدث في العراق من انتهاكات واضحة وصارخة لحقوق الإنسان وإبادة جماعية مستمرة كما ذكرنا، هل هناك أرضية بعدما تحدثنا عنه، هل هناك أرضية مناسبة لبناء دولة حديثة في العراق الآن؟
أخي كريم، تعقيبا فقط على وضع الناجحين في العراق اليوم وما يعني يتعرضون له في مخيمات مهملة وفي ظل السيول الناتجة من هطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد والظروف الجوية الصعبة. اليوم جميع النازحين مهددون بالإبادة الجماعية إذا ما أهملت قضيتهم واستمر إهمالها بهذه الصورة وسط تضامن إنساني ضعيف، يعني أدنى من المتواضع بكثير. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصمد النازحون أمام هذه الظروف الجوية الصعبة والإهمال المتعمد. نعم. لأنه الكل يعلم أن النازحين هم من العرب السنة، ذلك المكون صاحب الثقل الوطني. نعم. صاحب الأرض الأصلي، وبالنتيجة يراد لتغييرات ديموغرافية ويراد لإذلال وإخضاع وتمكين للعصابات والميليشيات، هذه من جهة. أما أخي الكريم، بناء دولة، الدولة تحتاج إلى بداية إلى مسألة الاستقلالية، وهذه منتفية لدينا. لا استقلال في العراق، وهذا يعترف به جميع السياسيين الحاليين. ومصادرة الحقوق ومصادرة الرأي ومصادرة القرار. نعم دكتور، هذا ما يعني يتفق عليه الجميع في ظل في العراق ما بعد الغزو الأمريكي والاحتلال الإيراني. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من عمان. دكتور جاسم الشمري، إذن الإعلان الأممي لحقوق الإنسان قال يولد الناس أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة. كلمة أخيرة. قبل أقل من أسبوعين شارك العراق في مؤتمر للحفاظ على السلاحف في الإمارات العربية المتحدة. نعم. والحكومة أوفدت وفدا من 25 خبيرا للحفاظ على السلاحف، وكأن العراق لم تبقى به مشكلة إلا كيفية الحفاظ على السلاحف. نعم. وكان الوفد غالبيته من خبراء الأهوار في العراق، وهم لا يعلمون، أي المؤتمرون في الإمارات، أن العراقيين لا يملكون ماء صالحا للشرب كمواطنين كبشر. والحكومة أوفدت وفدا من 25 موظفا كبيرا، قل لي كم الأموال التي صرفت عليهم، فنادق، طائرات، نثريات، كل هذا من أجل مؤتمر. نحن مع الحفاظ على البيئة، لكن الإنسان أول. هذا أول. نتحدث عن الإنسان المعتقل، المهجر، المريض، الفقير، الساكن في الخيام. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يكون له انتماء للعراق وهو لا يملك عدالة؟ نتحدث عن أناس نحن نعرفهم منذ عدة سنوات وهم قابعون في السجون، ولا توجد أي تهمة موجهة لهم، والدستور يقول ينبغي خلال 24 ساعة يقدم المتهم إلى القاضي. كيف يمكن للمواطن العراقي الذي لا يجد حبة دواء، كيف يمكن أن يكون له انتماء للعراق؟ كيف يمكن لثلث الشعب العراقي من الفقراء بحسب إحصائيات دولية، وأكثر من 40% من أهالي المناطق النازحة من الفقراء، كيف يمكن أن يبقى هؤلاء ضمن خارطة الانتماء الوطني؟ كيف يمكن، تخيل معي بالله عليك، فليتخيل كل مواطن نفسه في داخل خيمة، وهذه الخيمة على بعد أكثر من 3 أشبار من المياه والطين، كيف سينام؟ كيف يشرب؟ كيف يمكن أن يستمر هذا اليوم وهو ليس في رحلة؟ نعم. وإنما هو مقيم في هذا المكان. تخيل معي الموقف. نعم. الموضوع مأساوي جدا. نعم. ويأتي ويبرز علينا أحد كبار مسؤولي محافظة الأنبار ويذهب من أجل
إبراز يعني فيديو وهو يعاقب مدير مدرسة حاول تأديب الطلاب. كلنا كبرنا في المدارس والمعلم معروف أنه يضرب الطالب في ضربا تأديبيا، ثم نرى أن المحافظ يهين مدير مدرسة لأنه يحاول أن يؤدب الأولاد. من أنت حتى تهين مدير مدرسة؟ ماذا قدمت لأهالي الموصل من المهجرين النائمين في الأطيان والأوحال؟ هل كانت الحياة وردية في الموصل وبقيت فقط قضية هؤلاء الطفلين أو الثلاثة الذين ضربهم المدير وتذهب بنفسك للمدرسة من أجل إهانة المدير؟ طريقة أصلا غير تربوية. أي مجال القضية فيها نوع من التشابك الإداري، الكل يحاول أن يستعرض قواه الإعلامية من أجل أن يبقى في المنصب ويبقى المواطن المعتقل المهجر المريض الفقير الساكن في الخيام هو الضحية الأولى والأخيرة، ولا ننسى ملايين الموجودين خارج خارج العراق. جميع هؤلاء هذا هو حال بلا حقوق، فأين هو دور الحكومة؟ هذا السؤال نوجهه لمجلس النواب، لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لرئيس الجمهورية برهم صالح، للأمم المتحدة، لكل الشرفاء في العالم. هل ذبحت حقوق الإنسان في العراق؟ أظن هم يعلمون الجواب. إذن في هذه التغطية الخاصة من الرافدين بمناسبة اليوم العالمي لجرائم الإبادة الجماعية واليوم العالمي لحقوق الإنسان وحال الوضع في العراق، نشكر دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، وأيضا نشكر ضيفينا علي القيسي ودكتور أيمن العانية. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.